فصل هذا كان فاصل في سنن صلاتي صلاة السنية الشيء ينفصلي وينبغي ما يبون أن يأتي هو شخص لكويو بالسنن السنية لكوي جميعها جميع السنن السنية لدومان تؤين لكوي يبون وهي سنن كثيرة تنتبضا وجدا لبها انبضا وينبغي ما يبون أن يأتينا وندريره بالإخلاص إخلاص لندريره وهو إخلاص ما يلري العمل وعمل فلو لله لأجل الله تعالى إلهي ترتيز لعمل فلو وعده منفردا هال هذا إلهي شريدي سوى ينبغي ما يبون الحضور حضور القلب قلبك هذا روشه يبون وهو حضور ما يلري أي علم الشخص شخصك إني أغاده ما ولا يقول كقولا وما ولا يفعل فلو أغاده قلبك حاضر هذا ولا سمعي هيت ولا داخي هيت ولا كقولا هيت كل يغاد والخشوع وينبغي الخشوع خشوع يهبون وهو خشوع ما إلي سكون الله حمنا إن الله سلي وحضور القلب قلبك إن الله حاضر وتدبر وينبغي ما يهبون تدبر القراءة قراءة داخي هيت نظفير فير ذي يهبون وتفهمها تفهم القراءة أخي سنتفهمه كذي أبون فإنما ميولي فإنما إن كالمهانة يتقبل الله إلهي ما يقبله من الصلاة صلاة شيء بقدر الحضور حاضر وقدر شيء يقبله صلاة الانتياد حاضر سنت لا يقبله ويحرم إخلاص لرمي به استطوص به ويحرم الرياء استطوص يحرم بصلاة صلاة الاستطوص وغيرها غير صلاة صلاة غير شل استطوص يحرم وهو الرياء ميل ري العمل وعمل فلو لأجل الناس دتك دراد يولن عمل فلو مصنفك ميل يا فصل هذا كان فاصل في سنن الصلاة صلاة سنن تهدي انفصلي وينبغي ما يحبون أن يأتي هو شخص إن لكوي بالسنن سنن لكوي جميعها جميع سنن سنن دمان تي لكوي وهي سنن صلاة التي الله سمعه كثيرة تنتي بدن جدا دبها عن بدن وسنن هدل رهرت جمع سنة سنة مفرد جميع سنن كجميع وهي سنة اللغة ما يلرى الطريقة ونحوها سنة لرى لكن اصطلاحا سنة ما يلن كسه ما طلبها الشارع شارع ولدل بدي طلبا غير جازم فرض ما يراني ما طلبه الشارع طلبا جازما يلرى تنطلبان غير جازمين سنة حقون شأن ما يبوا واجب حقون شأن ما هي والحديث الصوب بذوب لكو ثواب يو حديث كتب تلكين إقابة ما تغني أنا ما يبوا والحديث السمعي تلكين ثواب يو حديث كتب تلكين إقابة ناس سنة لرو سنة نفتي حدن والشا جيبي أي ها تو ما يبوا أبعال الصلاة لرأي حدن كتب سجد سو ولك كبه تو نهي لرأي هوب لكتب سجد سو ملك كبه وضلي أجر كوما قنيما صلاة سنن تهدي ما يحبون ريشا خيني لانك لكوي سنن صلاة إذا بدين أريمي كم إذا قلنا كرنا قادوا عند التكبيرات وعند إلاء الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد دعاء الاستفتاء كم إذا وجهت وجهي وللمذا والتعوذ سرا في كل ركعة للمذا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة كم إذا تكبيرات الانتقال هذا كم إذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى كم إذا قمنا قلنا لتجاء جلبك لتجاء كم إذا ay yani wa ke masalan mo ko tumarki le sajuda galna le dikaw ay wijig le dikaw isank mar ko le sajigaw galna lo hor mari jilbo le mari siaw ado sunante edan badin kitabe ta fi asilo mi la ngsede wa yan baqi ma yabon al yatina wa ndar yelo bil ikhlas amal ka su bias ikhlas ndar yelo habon wa wa ikhlas ma le re al amal wa amal fa lillahi li ajli lillahi ta'ala lan amal fa wa adu mun faridan oo ibadada samaya ay ta salada durung salada rung ne salada tukuda ay ta ilaahay dartiis nga mal fal bes lankal ki ngarago kindego ngahan ma ilaahay mere wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina ilaahay halan khalisayang law lillahi ad-din ataata ibadat ilaahay khalisayang una faalin al ikhlas may leray huwa ilada tu taqarrub dhawan shal don ila allah taala lan dawada min ghairi gazdi akhirin lankal gasati me langliyan nafta dheefti lankal ki ngarago kindego ngahan khasa ikhlas leray إمام القشيري سو إخلاص هذا لو رحمه الله تعالى مراي الإخلاص إفراد الحق الله حق الفرد ويل سبحانه وتعالى في الضاعة الانفرد ويل بالقصد قصد الفرد ويل ما نضع هذا إلهي إنه عشل إنيوت بس والكل قلب قليانه تاسا إخلاص لرى العمل لله لأجل الله عمل سميت على وادا منفردا على ذي وينبغي ما يبونه
الحضور وحاضر وانت صلاتك جرت قلبك حاضر هذا ومناك حاضر هذا وهو حضور ميل راي اي علم المصلي كنت كذا اني اوغادو ما شيء اوغاد يقول المصلي كقول هاي فير فير يوغاد وما شيء اوغاد يفعلو سفلو معناك ما يبودونك ما يبونها اني اندر يلو حاضر وصلاته حاضري قلبي شيء فارو ويل والالوالي خوادر قلبي شيء كدر سفدي قلبي شيء كبي ولا كقول ولا سسمى اوغاد مانا هاي أدبت ما يبوا إني قفك صلاة كمسكون إلا ولي صلاة معنا شيء ما قرآن أخريو أذكار دعاء أنت أصلي قلبي شيء حاضر نقد قلبي شغاويل أي ولو ديني يتم بهاتوي أشرك يهودي سويلا سي مسألة يهودي سر الله يدون أتا قلبي كان كذي أنت صلاة كجرت حاضر هاو معنا قال الإمام الحداد الشيخ لراي ميري وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومكانها من دين ربك واخلعي واحسن محافظة عليها واحضرا فيها ولا تغفل ولا تتنوع ولا تتوزع وعليك بالصلوات شنت صلاة لازم فاعرف كس حقها كصلوات كس ومكانها كس من دين ربك ربك الدين شيء من رزق صلاة توحيد بعد شيء صلاة كيك ده واخلع خلو واحسن إلى علي محافظة عليها على صلاة صلاة دفت شيء إلى علي واحضرا فيها صلاة نتيا قلبك كادري ولا تغفل عن المنطي ولا تتوزع انجيب دوي صلاة دوها والخشوع خشوع وينبغي ما يبون الخشوع صلاة التي لك خشوع وهو خشوع ميل ري يعني واك مثلا سكون الأعلى إيهبنا إني حصلا وحضور القلب قلبنا حاضر هذا واي معناك ما يبون لنك مصلقة إني انقصد دو حبون صلاة انت كجر خشوع خشوع انقصد دو ما يوالي خشوع ميل ري روح الصلاة بو صلاة الروح شبو الخشوع سو روح الصلاة صلاة الروح شواي وأهمها إلهي ما كتل مامي قد أفلح المؤمنون هاني المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون هان صلاة يوك خشوع عن الليبنين صلاة الروح شبو خشوع كلكم وينبغي لأتنا ما يبون الخشوع أبون وتدبر القراءة وينبغي ما يبون تدبر القراءة أخري سنت أي تدبر القراءة أخري سنت فير فير يو شابون قرآن كذا أخري هيت أذكار تأخري هيت معنى شو هذا فير فير سبحان الله إلهي دهير سن سبحان ربي الأعلى ربي كسرية دهير سن معنى قاس فير فير الله أكبر إلهي وين والبعض أخري هيت ورنا معنى شو فير فير دوا وينبغي ما يبون تدبر القراءة أخري سنت الفير فير وتفهمها تفهم القراءة أخرى سنت اللي فهمه لانكو دونك سلاتيس نتيا ولا ساخريا أو كلام كلاهي إيه لغن سدو معنى شفير فيريو فهمه لنبه نيوا آهي ساسواي واهي فمي ولي فإنما إن كلمهان يتقبل الله إلهي ما يقبلي من الصلاة صلاة شيء ما يقبلي بقدر الحضور انت قلبك حاضر يقدر شيء يقبلي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما رأي إن الرجل لا ينصرف رجل قدومه صلاتك قدومه والحال ما كتب له للرجل لنين أبتغن إلا عشر صلاته صلاتيست من ميلود ميلو لي لن أبتغي تسعها تسع صلاتي صلاتيست قال ميلود ميلو لي لن أبتغي ثمنها ثمن صلاتي صلاتي ثمنش لي لن أبتغي سبعها لي لن أبتغي سبع شيء سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها لن أبتغي ساسا قدو ميري مانا لن صلاة دا جرشة لنبو مرمر مايكو هلا ثلث بس سد ميلود ميرو أفر ميلود ميرو وابر هونين هانس تومن ميلود ميرو بادن مانا ييير تومن ميلود ميرو ليكو هلي صلاة ساقال ميلود ميرو ليكو هلي سيهد ميلود بو تضبو كما كنين تنسيه دا جرشة لهلي تضب ميلود بو تن تضبات بس يا جرشة هلي لي ميلو ثلاثة مركل نجيب هل ميلة هري هوري ير شن ميلو ميلو أفر ميلو ميلو سد ميلو ميلو يعني إن تاسنه هلاو يا سري مانا نسقول له هلاو ما يقال إذا سمع كنا قتي حضور كنا قداسو صلاة ما يلف هذا إن نشاد لك قال ففرعون لك قالوا ما يقال وينسي وينسيو إن نقول الله أيه صلاة وينسي اسم الله قالوا منا إلهي ما يبوا منافقين تهي داروا ما كهي داروا وإذا قاموا إلى الصلاة صلاة مركين قمايان قاموا قمايان كسالا وير إلهي
حال وين سدايان سلوا لهم لما جو أطور رأيه يكتب تكذان دومين ها هم عن سدايان يسلا تكذان غلري كلكم تاسل ديدا ما لفداي سلا ديني لك جلوا بين شادين ففرعون لك جلوا ويا حرام ما حرامها الرياء استتوسي حرام بسلا دي سلا دل استتوسيو سلا دا تكذان توبي ولو كينار كه تكذان إبرو أي سلا دا جرم لا صوب ساسون وغيري غيري سلا دي سلا دي غير شيء صدق ديبا سال كينار كه صوم سال كينار كه سلا سلادة تكدا سلكين عارو حرام وعيا لليمانا ويا روم الرياء وبسلاد سلاد دستوسو سيا حرام أي وغيري غيري سلاد سلاد غير جلس دستوسو وهو الرياء ما يلري العمل وعمل فلوى إبادي سميت لكن لأجل الناس إذا سميت كاسر الرياء لري دستوس لري هو هاي يعني ساسو هاي وذكر حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ما يشغي أن للمرائي كان استتوسيو في العبادات استتوسيو حالتان يلي ألا يكون له قصد من الله إلا الرياء المحض بس هل كين أرغو موال كلبا فضو دون قصد الأجر وهذا يبدل عباده عبادته وبريوه كلما ما يبو أن يكون العمل عمل كسوب بيه لكن إلهي ننصوب بيه وانا مشوبا بالرياء استتوسنو كبيره وانا فيكون النظر فيه إلى قوة الباعث على العمل استتوسن كجرت وان عمل نصوب بهاي لما داس كان هو يوتي بربو كان لما نصون يعني واجب كودي لكن ثوابا غلانو فاصل هذا كان فاصل واي في مبدلات الصلاة دي صلاة ولا ولا يبري او ينفصلي ويبدل الصلاة صلاة ما يبري الكلام وبري عمدا كسل كلام ولو كان الكلام بحرفين وناسيا ولو كان ناسيا بهذين كثر الكلام وكلام هدي بذيب والأكل ويبطل الأكل آم وبرية والشرب دم وبرية وانكشاف العورة عور في ذم وشيء صلاة برية إن لم تستر هي عور ذي أدي حالا قصد حالا داس نغس الرب ووقوع النجاسة نجاس ذي وشيء برية عليه على مصلي مصلي كرشي نجاسة كريد إن لم تلقى هي نجاسة دي لنغ لكلم حالا حالا داس لنغ لكلم نيلن تورن من غير حمل مبارو لنغ لكلم نيب ويبدل مي برية ها صلاة دي مي كلا برية سبق الإمامي إمام كنا قوي شيء بروكنين اللي كل هرم بروكنين كصفة اللي يعني وكذا تخلف وجد المرن وكذا كلمة كوريا اللي مدي بيه ما بروكنين اللي جد المر بغير أذن اللي جد المري ولا تصيح الصلاة وصلاة من ساس خلف كافرين كافر جدال شيء من ساس وخلف امرأة بلا ما جدال شيء صلاة من ساس وخلف خنثى اللي جدال شيء صلاة من ساس وهاي فصل في مبدلات الصلاة الصلاة والبرياء ينفصلي ويبدل الصلاة صلاة ما يبريي الكلام كلام بنو آدم يبريي عمدا كسلا كلامي كلام أو حكور دقي أفكا حكور دقي ما وابا ما كان هذا اللي صلاة براسوا ولو كان الكلام كلامك بحرفين لما حرفه معنى فائدين بهذا أو بحرف مفي من تلا راي واي أما حرفك مفي ما كهذا اللي قي أوكلا عي أوكلا شي أوكلا كهذا اللي كلام والفهم سيء وفعله أمر لفيف مفروق إيوا بس لا تبرا سلف كلام كسبوريه كلام بنو ادم وده هي يعني ولو بحرفين ولو كان الكلام كلامك بحرفين بهاضي هي ومن مبدلات الصلاه ما يكون اذا الكلام هذا لكم اذا لقول النبي نبو قول شين دليل صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو فعل كصلاه التي سميه التسبيح والليل والتكبير وقراءة القرآن إليه زيد بن أرقم مره هرلان صلاة دك هذا الجرني لأنك رجل كان صاحب شيء إني شيء روك صلاة دل هذا الجري مركي دم وقومو لله قانتين لا دجي وقومو قما لله إله قما قانتين ساكتين فأمرنا بالسكوت لنا مره ونوينا عن الكلام كلام كصلاة بريه ريد ولو كان الكلام بحرفين بهذا وناسيا ولو كان المصلي مصلي هدي فضا وناسيا كيلمانسن بهذا صلاة براسلي هو بهذا الكهذا إن كثر الكلام وكلام كذب ذنب المانع كهذا لا يوان هذا البدن هذا لما صلاة براسوا ما يكلا صلاة بريء حركات أو هرير أو دعاق بدن أو كلا صلاة بريء ولو هو من توبة هاتو يسد تو كوب دعاق ده صلاة براس ما دي شيء دعاق جي غلنتيس لطيس دوم نادر دعاق جي هل تو كيس دعاق جي ما صلاة براس لا يواي هو من هرين تو سد تو كدعاق جي صلاة براس لا يو لكن في علكو قابو نو اللو تطلابو دو اللو تطلاب سي والمبري أن سيدوب نغدان لي براء صلاة والأكل ويبدلو الأكل آمو يا صلاة بري والشرب وياهي ويبدلو الشرب دمو يا بري آهي
يعني شيء أنت سلادة التي أدي ولك أنت سلادة براس اللي لي منا أمو فربضن هو بعد أنت براس ولو أذن ناسية تلمان تجاهل تيا والبضن أنت وان سلادة كجرت براسوا لكن أمس يرنا يعني واقع مثلا هوبي هوبي المانتو سلادة لون المانتو ولا غير هذا أنت سوم براس سلادة مركز وان كشاف العورات يعورد في ذم وجه سلادة بريء ويبدلو ماي بريء إنك الصلاة صلاة ما يبوري إنك شاف العورة تعور في ذموشة إن لم تستر هي عورة ذي دلنا استرنا حالا نصل حال داس دنا استرنا استمر كيف ذي تبى تجيب نسين هو صلاة بورا سليلي هذه يعني أك مثلا بدبل كوف دو عورة ذي ذي استمر كي داستر تصلاة دا صحيح هو مبورا صلاة لكن هذه قال يرفع ذنات صلاة بورا سوا ووقوع النجاسة ويبدلو ما يبوري صلاة ما يبوري ووقوع النجاسة النجاسة ديوشة عليها المصلي كيتو كداي كورشين نجاسة كديدي إن لم تلقى هي نجاسة دي لن لكولون نحالان إصلاح لداس لن لكولون من غير حملين هم بارو لن لكولون نب نجاسة كديدي مثلا هوب نجاسة كديدي والقويون إيين هكذا ما بسور توكر كي باكو نجاسة معويس تي مسميه كميس كي كنجال سروالكي يا نجاس قويون كديدي ما أما سيوا سو بسو صلاة براس لهم حامل النجاسة نغتي لكن هوب نجاسة انجغنتا ريت حكي ديدو أدن هم بارني سلي فرغلس كسيد ولما دي واسللي دوبلوك اكيدي دو توكداس دوبلوك اكيدي ادو توكداس فرغاس كسيدي مهمبار مهمبار سدو مانا نجاست ميري كديدي هوب غلنتو هوس غري دو سدرتو ساد هرت ماركا سامينو نجاس مانا غلاس مهمبار ني ميل فداي ميلو لي فرغلس كرت مانا ويوب دلو مي بوري يا صلاه مي بوري سب قول امام امام كو هر مرو شي بيرو غنيني لام رغن لو كل هر مري رغنين كا سو في قوليين مي فعليين يو فاتا هذا كل هرمر تي تاهي هذا كل هرمر تي والما ديباو لكن قول أول كل هرمر أول ديباو ما يجره الله أكبر تقول ديباس هدي إمامك الله أكبر هذا كل هرمر تي مس السلام عليكم كل هرمر تي بس صلاة دبوراس لكن يعني أنت كلا فعليين قول أو فاتا كل هرمر تي تاهي والما ديباو لكن والكروني نفتي إنما جعل الإمام ليتم به هو أسوال أخري فاتا هذا كبعد قدام أخري التحيات كوهر درير وإذن ريت شهد درير تاسو مثلا واهي ويبدلو ماي بوري يا صلاتي سب قول امام امام كو هرمر او شي بيرغ نين لكل هرمر رغن ان كاسو فعليين فعليين لكل هرمر وتخلف غدال مر بما بيرغ نين لكل غدال مر بغير عذر عذر رغن لن غدال مرونا كذا مثل ذا كان او كل لميديا يبدلو صلاه صلاه بوري اسون امام كي الله مرغن كل هرمرتي او امام كي الله مرغن ما فاتح يا اخي امام كي ادغي ركودي اعتدالي سمي الله ويرتي بطي سجود بقلايت امام كني ولي فاتح دي سروني لم رغني كل قدال مرتبا بدل صلاتك ميوالي انما جعل الامام ليتم بي الرسول صلى الله عليه وسلم امام ميلن ولي اني لك الدير فلا تختلفوا عليه الرسول انسك خلافتين امام كل شيء لم رغن هل رغن كل هر مركورت كل قدال مركورت لكن لم رغن كل قدال مرتي اما كل هر مرتي صلاة براسوا والتخلف قدال مر بهما بالرقنين بغير عذر انك كذا مثل ذاك او كان لمدي وسن صلاة بريا لي هي صلاة ولا بريا وما يكون إذا إمام أدي هذا لم رغن كل هر مرتو هي من غير عذر تاسا بريا مثلا إمام كيا هذا كيا مأموم كيا هو بدأ يسجود بام بهي إمام كني ولي حتى فاتا خياي فتبدل صلاة المأموم يو رغنين فعليين اللي ما يبهي هدي إمام رغنين قوليين كل هر مرت التحيات قدام بي سلق على النبي كل هر مرت لم رغن ما قوليين هو والما دي بابتاس بيرهوك هدي هدمي كلاب بهاي هدي هل رغن كل هر مرت قولي ما فعلي فاتا هذا ارتساق ليدي ارتساق كو هذه صلاة مو براس لهم هدي كل هر مرت او بعذر ان كل هر مرت صلاة مو براس او دركم يهلمان دلاديو مس جاهل مو دلاديو اوكل تخلفه لم رغن لقذ المرتي امام كبادة لم رغن كقذ المرتي يعني صلاة براس لهم لما رغني امام كي غغدا المرتي مثال شمي بوا امام كي ما يزوري ها سمع الله بكتبي كلكم سجود بانجيز ادين ولي ما ممكن سرني فاتا اخري بس واي صلاه براس لما رغنو دو مريد اندي رغنان فعليان يعني يلري لو كل هون مر حدي قوليان كل غدا المرت ولما دباس وما قول كل غدا المرت فعل كل غدا المرت ما ممكن غدا المرشي امام كو غدا المري عذر ان كو غدا المري ما ينقدر أسوب غيري أدرى قال هدي أدرى عن جدال مرون مو أدرى عن جدال مري ما ممكن ما يبغى قلادي هذه سد داين مثل أدرم بهل مامي مركز سوي مركز ولا أدرى إلى سد رغم طويلة أي إمام جدال شير هو رهو اعتدال يجلس بين السجدتين ما لسابه
ريتي هوري مركا صوب ودرن قدال مري ولا تصيح الصلاة صلاة من ساس كلكم اعذار تخلف الماموم عن الإمام بدني الكتاب اللي رأى الشيخين ولا تصيح الصلاة صلاة من ساس خلف كافر لن كافر قدال شي من ساس وخلف امرأة بلا ميك قدال شي إمام كينا قدال من ساس وخلف خنثى لبيك قدال شي صلاة من ساس لن مسلم ادي دي كافر كدي دي من ساس لن رجل ادي دي بلا ميك دي دي من ساس لن رجل ادي دي خنثى خنثي دي دي بلا ميك دي دي من ساس خنثي دي دي خنثي كلك دي دي من ساس يعني افر كان ساس شنكو براس ولا نراي مانا ورشل ساري ميلو مركلو تيو ريد دن لجيوالكو بلا ويمانا وتصيح القدوة في خمس سور شنصوري كان ساس وتبطل في أربع ساسو كرين هاي مولاي ولا بدها أن يكون الإمام مثل الإمام إمام كي إمام كي جين هذا ميغل ميغل بلان بلان هو أكمل من فتصيح تداء امرأة بامرأة بلا مي بلا مي كديت بلا مي خنث كديت رجل بلا مي رجل كديت خنث رجل كديت رجل رجل كديت شنطن أن ساسو أفرن كبراس تلير أفرت يوال كتل مامي كلكم كافر كذال شيء بلا مي خنثير فصل هذا كان فاصل في صلاة الجمعة الجمعة دي صلاة دي ينفصل الجمعة جمعة ما يلري ركعتان لم ركعة الديان لقددو وقت الظهر لتقددو في اليوم المعروف لقددو صلاة مستقلة هو جمعة لتقدهي صلاة قونة هو إلهي رسولك ينجدو يعني قونة هو مانا ما هي الظهر مقصورة مه ظهر راقابي مه هو مانا صلاة ظهر لقابي هو مصفر لك قابي جمعة دي جيك دور هاي تي فر هاي تي الله قابي لمن تكذاي ماو صلاة قونة وجمعة مانا ما إن غص الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله ميكم إذا صلاة الجمعة يكم إذا وإنما سمي هذا اليوم بذلك كما يوم الجمعة لري لما جمع وللجمع فيه في يوم الجمعة من الخير للجمع درادية يوم الجمعة لغري ما لهم يكون خير بدنتو دعاء مستجاب ما لهم يكون خير بدنتو ما لهم تحصل لك لبديو لجدوي وقيل غير ذلك وكان يسمى ميل رجري في زمن الجاهلية جمع ميل رجري يوم العروبة يلرهاي أي البين المعظم مانا ويوم المزيد ولا راي لزيادة الخيرات فيه وهي ما لنت الجماعة أفضل أيام الأسبوع وليلة أفضل ليالي الأسبوع وأفضل أيام السنة عند الشافعي إمام الشافعي قدس أيام أيام فضل بضن يوم عرفة فضل بضن ثم يوم الجمعة كيد ثم يوم عيد الأضحى ثم يوم عيد الفطر وأفضل الأيام أيام تسنة كجرت تنفض بضن عندهم يبوا ليلة المولد الشريف صلى الله عليه وسلم ليلة سنفض بضن ثم ليلة القدر أنفض بضن ثم ليلة الجمعة أنفض بضن ثم ليلة الإسراء وهذا بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم دلم فيه وأما بالنسبة للنبي أمدنا بقى أيام تم فضل بدن وابلير أيام تي خير وخلق الله إله ريون كسان فضل بدن ليلة دي ليلة دي رسولك لا دي يام فضل بدن وا ليلة الشريف آه بليلة المولد وليلة الإسراء الليلة تاني المعينة تاني وا لا نذيرهما آه يعني واك من كل سنة يوم عرفة دي يوم يعني ليلة القدر كيك دادن ليلة الجمعة كيك ثم ليلة الإسراء ليلة دي منك لدير مياي أما بالنسبة للنبي هدلن فيري فإن ليلة الأسراء رسولك هبلن فيري ليلة الإسراء هي أفضل الله يعلين أيوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكفل بعد الليلة دي هذا لشيء تيدي سلون حتى تن ليلة القدر انكفل بعد رسولك هدلن فيري لما؟ لأن النبي رأى فيها ربه هو ليلة دي هذا ربي شهارك يوم ليلة دي سنك فضل بعد والجمعة جمعة فرض عين فرض عين واي على كل مسلم فرض عين كت على كل حر على كل ذكر على كل مكلف على كل حاضر الا لعذر عذر هذه جرمه عذر كاس شرعي وذلك كالمضر ربي اي كالمر اللي يجري والمضر مضر اقرب ما يكره مصنف ها هي والجمعه جمعه فرض عين فرض عين واي لنكست يغون لنكفده أي فرض عين كاتلن كشروطه لك هل على كل مسلم حر ذكر مكلف حاضر فرض عين كاتو هذا في ريش انتم والكهري شروطه مسلم تها
حريتها مغلتها بالغ عقلتها حاضرتها انت صوب لك ويل جمع فرض وينك يتو اما مسافر تميا اما كافر تميا اما ودون تميا اما بلان تميا اما صغير تميا اما مجنون تميا اما مسافر تميا مسلم ات حرة ات مغل ات مكلف ات حاضر ماها جمع فرض وينك يتو إلا لعذرين عذرات الجرمى عذر كاسو شرعين شرع لنك نسبي عذرك كورهيبا جمع إداس قد تكداس مي وذلك كالمارا لجري لغا واي تبقيك جمع دي والتكدا إداس قد تكداس من داهي تي يعني شرع سوك الواجرين تبدر الواي تي وكالما داري اوك روبا قبضاي زايد كين بافا دي روبا قبضاي إداس قد تكداس مركاس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلهي نبي شيء ميري الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة أفرق في الجمعة واجبان عبد مملوك أدون لملكي أو إمرأة بلا مي أو سبي أو مريض كافر جمعة كل شيء مهان أدون جمعة كل شيء مهان مسافر جمعة كل شيء مهان آه يعني ساسواي لكن لكم مسافر كي ديس روغ إني مالن تاس جماعة بحث سفر غلا من بنا والي إلا حد قغالي بتا جت كده تسب جمعة كهلا يوه برسي ميلو سي ee jumo kala misba dayuru rahayo amar bu jumo ka deerowsay ha marka safar korwa wa shuruud fazlun yani fazlun fi shuruud sihhati salati aljum'ati ahay shuruud sihhati salati aljum'ati jum'atu salateeda ansaxowsay shardiyalshe hada mahalluhu wa mabhathuhu ama fazlun fi shuruud sihhati salati aljum'a salatu aljum'a ansaxowsay shardiyalshe fasli ومن شروط الجمعة الجمعة الشرطية الشيخ مثل هذين الخطبتان لما الخطبة زيادة على شروط غيرها ما الموك الخطبة ما لن أخري لكن جمعة ميلة لما خطبة إلى أخري خطبتين اللي تومنا لا تنش خطبتين ميلة شرطية أي تقدمها خطبتان جمعة اللي تكذا لما خطبة كور مران فلا تصيح صلاة الجمعة صلاة الجمعة اللي تكذا لما ركع اللي تكذا قبل الخطبتين ما انصح ايان غريريال قبل كنتك دفر غريريال كوبا دروك دو جو خطب لن اخرين ماها بس جمع ما انصح اسواي دورش يلو يتك دايا خطب من كل اخرين لي جمع اللو تك دايا اهي وقت الظهر اني جمع دو ايضا لفضي مانا الاخري اهي يعني ساس مي والي رسولك صلى الله عليه وسلم عديد انا سوري اي مي اي كان يصلي الجمعة نبق جمع دو تك دايا حين تميل الشمس يريد ايلته بعد الزوال يجمع تكذايم هنا تميل الجمعة مركز اللي تكذايم أنا ما يكال له فذاي دتك جمعة تكذايم من 40 إني نقدان أي يكون مسلوها جمعة هن تكذايم إني هذا على شرطية 40 فرتون هذا توفرت فيهم ده هذه أنا كامل نقدتي شروط وجوب الجمعة تيو مسلمين ذكورين أحرار مكلفين مستودنين انتسوي ويسترد الدوام هذا العذر إلى تمام هذا أركان الخطبتين هاي خطبتين كاركان تيو فصل في أركان الخطبتين لما دي خطبة جمد الأخرى هاي أركان تو دي انفصلي واركان واركان الجمعة جمد أركان تي الحمد لله تعالى إلهي لنك مهدي واي والصلاة صلوا على النبي لك صلي صلى الله عليه وسلم والوصية الدردار مو بالتقوى تقول الدردار فيما في الخطبتين وقراءة آية آية الأخرى آية داسو من القرآن في إحدى وما إحدى الخطبتين والدعاء للمؤمنين مؤمنين تلندوائي في الخطبة الأخيرة تلندوائي انت أسار كانت يوم أفرت أسرق نهوب هذا قرر داس بس آيات كوي أحاديث وليك درس داس خطبة داس وقابي نفتا دتكور تلوم يوشو بارتول فضي مانا خطبة نفتا اسك ديش مساعد كي كين لو كيكا خطبة داري نيوي لأقل قال سوي وزقل مانا لانكو البن كساني خطبة أخيا يدو شروط دي يولايش كساس كون كساني باخيا مانا اسك دي كل كون مانا قميس كقادل تهدين واركانوهما الحمد لله تعالى واي واركانوهما أركان الخطبتين الحمد لله تعالى إلى إلى ما هذه يومنا الحمد لله خطبة أولي خطبة لمادبة الحمد لله إلى روم فعن جابر أنه قال مري كانت خطبة النبي ما يأتي يوم الجمعة يحمد الله تعالى إلى ما هذه أي ويثني عليه ساسو فلا بد من الحمد يو إيه ومشتوق منه آهي الشكر لله يو مكافي يو حمد الله فذي حمد الحمد لله لله الحمد حمدا لله أنا حامد لله سيادة لم بلس الطبع عليهم الحمد لله كويت لي لفظ الحمد لله كويت ولا يكفي مكافيه الحمد للرحمن مكافيه لله لي لفظ ما أنا
والصلاة والسلام على النبي لك سليو ركن صلى الله عليه وسلم مرن قال الخطبتين ميكم اذا الصلاة على النبي في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية صلنا لفظه انه اللهم صل ام صلى الله وصلي نصلي الصلاة على محمد الصاصمنا ام صلى على احمد الصلاة على الرسول الصلاة على النبي الصلاة على العاشر الصلاة على البشير النذير ولا يرتب صلى الله كوي مانا ولا يكفي مكافيه وسلام الله على محمد مكافيه صلي لفظ لفظ الصلاة وما الصلاة على الآل والصحب مع الصلاة على النبي ها فإنه تندب في خطبة الجمعة آل كنا صلى كدر سنوتاس والوصية والركن دردارم بتقوى الله تعالى إلهي تقوى ذي سلينز دردارم أنت فيهما في الخطبتين سديد هرتم أنا لمض خطبه والفضه سديد هنا الحمد لله والصلاة على النبي والوصية في كل خطبة و لمض خطبه با. خطبة الجمعة هو برتو خطبيالك كلا إيدو إيو لاخر يوم يوم صدر ليون وقراءة آية آية لاخر إيد دعا وكي نرتي ما لمض أسوي لمض ركا ولا نجيبكم وقراءة آية آية لاخر آية داسو من القرآن لاخر يرهقنا إيه خطبة أركانتم أيكم إذا وقراءة آية لاخر آية داسو من القرآن في إحداهما إحدى الخطبتين لمض خطبة توديو آية آية مفهمة إيه واهي يلم بها نيمانا عيد والفهم سياس فلو قراء ثم نظر بعيد ما هو بساخي فلا تكفي مكافئة سللي عيد مفهمة لفضاو مانا لأن من شروط الآية هنا ما يبوا تكون مفهمة معنى مقصود الهاتو ثم نظر شريد يلي مكافئة عيد مفهمة لفضاو وقراءة آية عيد لاخي وآية عيد أصو من القرآن في إحداهما إحدى الخطبتين لما دخل بالتوديو أيه والدعاء للمؤمنين في الأخيرة سكين شل بيسنا ذلك سد الله ما دخل ببل فضاو أركان تشان ليو سد الله ما دخل بالكوا فضاء الحمد لله والصلاة والتقوى في كل خطبة وقراءة آية تنقول أخرى لما دخل سورة أخرى آية أخرى دعاء تندمو بس هم بهم كين حصلان كلكم أحاديث كساس هن رجال الصالحين باب كوا بيسوي سديد وحديث أقوبسوي آية دني يعني أيها الذين آمنوا تقول آيات وأقوبسوي إسكدر سوي بس هاي ورقدا كوري خطبة إندي أرسنت دهريت مس كتابة كقرن تا خطبة ميلا كدي أرسوي آخري دكتور تي سلمو بدوي ولا آخر ولا عادي دون فداي وهاي شريدة ليك يا كلام مال فداي البق ولو آية كي يعلم أنا بلغوا عني ولو آية رسول كريم صلى الله عليه وسلم ولا يو درسية ولو آية دبهاته وعلس كي بيقول فداي مانا وعاد دكتور وعادن جيب سمانو دكتور ولا آخر يانو دكتور خطبة آخر يانو لس كي بيقول فداي الدنيا لين رور ما يمانا سي يعني ساسو لس كي بيقول دكتور لما ريني شيء حكوا بقول له فداي مانا بس قول لي خطبة كين آخر نادنا بتاع خطبة آخر سي هاي الحمد لله تعالى واي والصلاة على النبي هاي وسياس لك دلي مانا سياس ويا دلي مسألة كي كين كلو إسكندر ما يدين جاي خطبة أنا آخر يا إم دي أري ده جاي هوب جاي كوكر كرتا مالن لبعض مغير غراس مانا ببر ذا ذكر سلموشو وقراءة آية من القرآن في إحداهما والدعاء للمؤمنين ما هي نيادك قرتو جيك وخطبة لانكون إن آخري أما شروطه كتاب الله الشيخ سلويره سلويره ما ميلك قرتو مانا هذا نفتا ما أخيضو خطبة ما أخيضو مسكي مسجليدو مانا والدعاء للمؤمنين في الأخيرة واي شروط صحة الخطبتين لما ذي خطبة أنصحو كذا شرط ديال شو ويجب ما يواجبي أي يخطب الخطيب خديب كني خطبة أخرى قائمًا هالي إلا لعذر ما متدهنًا هالي مستور العورة هالي ويجب الجلوس فديدو واجب بينهما بين الخطبتين فوق دمانينة صلاة نل فديدو والموالاة وخذ لمض خطبة الهريرية واجب ما ينرى يعني شروط فصل في شروط صحة الخطبتين لمض خطبة أنصحو شو شرط ديال شو ويجب ما يواجب أن يخطب الخطيب خطيب كني خطبة أخرى واجب قائمًا على كوني قائمًا عليه كي سرون خطبة كاخيو من شروط صحة الجمعة ما يكون إذا خطبة ما يكون إذا قيام الخطيب حديث أوضو حديث خطيب كي خطبة أخرى جيك جريني إلى سرون ولا كاخي كورن سلاو فإن أجزاء عن القيام خدبة جالسانو ماذا نمد أيضا نبى أن تأوصله هذا فدا هذا خطبة النجوم سلاو هي ما نعرف أو فدا تباه كنا سلاو ما لا ركروا ماذا نمد نبى أن كم بوس كي دعوة ماذا نقول أكبر غرور ذي لقدا حجر قول ده خطبي ساخي صدق أنت ميل لك قب صدق فدي خدابة جالسا وين عجز هذه عجز عن الجلوس خدابة مولا جانغري جيفك خطبة أخرى
والأولى لكن ما يكون خوب ساساليد سنغتي أي يستخلف أحدا مكانه لنكو خليف ولا فايلو مواهيم أن صحوك وأن صحاسوس متداهيرا إمام هوب سبوسي فدكي توكي سي كورمانا إمام بوسي فدكي توكي وانكا كورما فدكي توكي سي كورما لمانا متداهيرا هالا كوني متداهيرا هالي ظهار قبو من شروط صحة الخطبة ميكم إذا ظهارة الخطيب خطيب كني ظاهر قبو حدث الأصغر حدث الأكبر كدائر نجاس كدائر لنغافين فلو أحدث الخطيب أثناء الخطبة كورم خطيب كي خطبة أخرى وخطبة التي هديك حدثه وجب عليه استئنافها وويسي سدي حتى أصبع يوم وإن استتاب حالا إسلام مركز سدلا وكا على ذو خطبة قبضة أخيرا ما يبني على فعل من الحاضرين ساعة الاستتابة طوبة أنساس وجاز لثاني من بناو البناء على خطبة الأول كي يقول ميري كروغي لهرنك وذي معنى كي يقول ميري كروغي خطبة أولاي لهرنك وذي بس وران وذي تقدر يقول لي هيا ولو أحدث الخطيب ودي حدثه بعد الخطبتين لما دي خطبة آخر خطيبك وقبل الصلاة وصلاة دين مالدين كرورس داري سنوالي وتدهر عن قرب فلا يضر ذلك بالخطبتين ويسلي دك دكسيها قالي والمدي باسل لي ما هي هدي اون يو جمدي دتوكي سيو مركي لكو باهي لأي نيو إسلام دادو غادون جمدي كي دتوكي سيا إمامك أفرتون والها إسلايها كما أفرتيكو والليها إيها بس صلاة دين صحيح وآل لي لكن هوب صدون يو سقال كان أفر تماد بي إمام كه إمام كنه ويسلان ده تكيزي جمد لكن أغلي دور لكن أغلي مركز آي يعني ساسوائي متدائران هاد مستور العورة عوري دي ساليكي أسترون دائما هال إيده ويجب مي واجب ويخدوبا خدبا خيو قائما متدائران هال ويسقال مستور العورة عوري دي سالي أستري ويجب الجلوس في دو واجب بين وما بين الخدبتين فوق دمانينة صلاة دي صلاة ده صلوشة والكو فوق إني لفدد والموالاة ويجب الموالاة حريري ويا واجبه خطبة غوب لكم باتن كرول لكم قاول موالاة واجبه أركان تي الحريري لما تخد بي صلاة الحريري تاسا واجبه حدي نتيو خطبة الأخيو فصل دير نتن قل ماها مركز خطبة الله بالله ولي نغضاس لدي صلاة الجماعة والجنازة صلاة الجماعة جماعة دي صلاة دي والجنازة جنازة صلاة دي وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة فرض كفاية واي صلاة الجماعة فرض الكفاية إني جماعة دتك تكذان فرض الكفاية أي يعني ساسوك الوصلاة الجنازة تنا ميت لن تكذان ولا هلون فرض الكفاية تنواي لما ذب فرض الكفاية فرض عين ما فرض الكفاية واللي صلاة النافلة سنة الصلاة دي والعيدان والكسوفان والوتر سنن واي سنن كاسوم وكاكين جملة هاي لي والعيدان وصلاة العيدين وصلاة الكسوفين وصلاة الوتر سنن واي انت اصلون سنن تاسوم وكدة الله كاي مكثرة الأجر أجر سنن البديعي وكذاك المذكور كان وشغني المذ هاي تسنن وكدة واي رواتب الصلاة صلاة الراتب يالشه والضحى وصلاة الضحى كذا والمذت وصلاة التراويح كذا المذت أي سنن أي سنن كل شيء سنن لي واي لها لسنن بالله فضل الله فضل الله وثواب له ثواب كسو عظيم وين له وكذاك المذكور يلمذ هذه رواتب الصلاة صلاة الراتب يا الشيء تم رواتب واها مؤكدات قبل تم انا غدايا والله هو صلاة الله والتراويح وصلاة التراويح هم كل شنو سنن واي لها لسنن له فضل له وثواب له ثواب كسو عظيم وين والمعنى ما يبو أن من الصلوات المسنونة ما يكم إذا الرواتب وكم إذا والله هاكم إذا والتراويح وكم إذا هاي وسأتكلم على كل واحد على حدة تنقلم كهذا لي رواتب تمي لرأي سنن أو رهيان فرائي لرهيان لما قيب وضان قيب سمايا مؤكدات وطمون إيه خمسو صلات وطمون رهاس لرأي طمون ركع إيه ركعتاني قبل الصبح ركعتاني قبل الظهر ركعتاني بعد وركعتاني بعد المغرب وركعتاني بعد العشاء غير مؤكدان اللي تظهر أفر يا هرتي سفر قدال شيء أفر أسر هرتي سفر مغرب هرتي سلمة يعني واقع إيش هرتي لما هم ساسنرون غير مؤكدان نقضى يعني معنا هم واقع صلاة الله أيان لم ركع أيان كير سيدا كفل بدن بالاتفاق يو يعني يريدوا كرنا كشيء يعني لكم بالله قدر رومين إلى الاستواء لكم ديرا لتكذب الله يد صلاة التراويح أنا ما يبغى في كل ليلة من شهر رمضان من الليالي رمضان اللي تكذب لباتونا كبدن هاي انت سواء الله أعلم.